بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. كابتن تام اوت، انت مش كنت بتقول لي موضوع فيليب كونزومبي خلصان؟ لا صديقي، انا ما قلتلكش موضوع فيليب كونزومبي خلصان، انا قلت لك موضوع فيليب كونزومبي هيخلص بس لما تشوف الواد بتشيرت الافريقي في الملعب، لان الواد ده حواراته كتير. وقلت لك قبل كده يا صاحبي ان الرجاء لما جابه لا ناديين بيبعتوا له واحد قال له ان انا مؤاخذه يعني وقعت مع اللاعب، ومازيمبي قال له ان خلي بالك العقد بتاع فيليب كونزومبي لسه ساري. فدلوقتي صديقي مازيمبي بيقرر رسميا شكوى النادي الافريقي للفيفا. كابتن احنا لسه طالعين من خوازيق مع الفيفا، ده طالبين 2 مليون يا كابتن، 2 مليون دولار. بيقولوا ان عقد فيليب كونزومبي لسه ساري وعقده يخلص 9 وعقده يخلص في ديسمبر 2025. ايه ده يا كابتن؟ يعني الواد ده لا مؤاخذه يعني جه مضى معانا على ان هو حر وهو اصلا لسه العقد بتاعه ساري؟ بالظبط يا كابتن، هي صفقة مليانة خوازيق. لا هو صفقة فيليب كونزومبي صفقة مليانة خوازيق بصراحة، واحنا اتكلمنا قبل كده ان دي صفقة مليانة عوا. مازيمبي نزل بيان عبر موقعه الالكتروني وكان بيتكلم فيه على ان احنا هنروح نشتكي النادي الافريقي واللاعب للفيفا. اه صديقي، مازيمبي نزل بيان وقال ان هو هيبعت مراسلة للاتحاد التونسي لكرة القدم بعد تعاقد النادي الافريقي مع فيليب كونزومبي. النادي الكونغولي قال لك في انتهاك لعقده الاحترافي مع تيبي مازيمبي والذي يمتد حتى 29 ديسمبر 2025 الى 29 ديسمبر. يقال ان فيليب كونزومبي كان وقع مع نادي تونسي. مازيمبي اتصل على الفار بالاتحاد الكونغولي لكره القدم حيث سيتم الطعن في هذا التعاقد مع الاتحاد التونسي قبل تقديم شكوى الى الفيفا. يعني مازيمبي بعت للاتحاد التونسي بيقول له الاتحاد التونسي خلي بالك في نادي تعاقد مع اللاعب بتاعنا والتعاقد ده غير قانوني، ولم يتم التوصل الى اتفاق، ولم يحرص اي نادي يرغب في توقيع عقد احترافي مع هذا اللاعب حتى الان على ابلاغ الاداره بذلك، ولهذا سيتعين على اللاعب واي نادي يتعاقد معه دفع تعويض يزيد عن مليوني دولار. وكان اللاعب المذكور قد وقع في وقت سابق في كشوفات الرجاء قبل ان يتوصل الاتفاق مع مسؤولين النادي على فسخ التعاقد بالتراضي. طب ده معناه ايه؟ معناه ان النادي الكونغولي بيقول ان اللاعب لسه عاده شغال واللاعب جاي لك على ان هو فري ايجنت. طيب انت فوضت مازيمبي؟ لو فوضت مازيمبي ومازيمبي بيعمل كده يبقى كل العوا اللي بيعمله مازيمبي ده على الفاضي، ومطلوب النادي الافريقي يرفع قضيه على مازيمبي وياخد تعويضات من مازيمبي. انما لو اللاعب فعلا عاده ساري مع مازيمبي فهنا هنخش في مشاكل كبيره. من الاخر اه صفقه مليانه عوا، مليانه عوا، وانا قلت لك كده من بدري، قلت لك ده حصل مع نادي الرجاء بس انت ما صدقتنيش. كان نفسي صريح ان انا بصيتك واجيب لك اخبار حلوه عشان خاطر نكمل ال 100,000، لكن قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله فريق النادي الافريقي يقدر ان هو يتوصل لحل ودي مع فريق تيبي مازيمبي عشان يخلصوا الموضوع على خير. يا رب تخلص على خير يا صاحبي، يا رب.